قبول يحب قلبك من صفر يوم الله. شيء خفيف لطيف لذيذ، شوف الطريقة السهلة والبسيطة. عوافي مقدمة: زيت زيتون الوالي، بصل، ثوم وبطاطس، كزبرة، فلفل أسود، بنزل الدياية، طماطم، كيس البهارات الصحيحة بكتبها لكم في الوصف، ملح، وبنكتم الصفرية دقيقتين، بنزل الماء ونكتم الصفرية لمدة ربع ساعة، بنشل الدياية وكيس البهارات وبنزل العيش. طبعا اكيد مستخدمين عيش الوزير من الشركة الوطنية للتوزيع. بنقايس الماء، اهم شيء يكون فوق العيش بهالمقدار، سنتيين بس. ومن يبدأ يبقبق بنزل الفلفل وبنكتم الصفرية لمدة ربع ساعة. الدياية تحتاج رشة زعفران، وبندخلها الفرن تتحمر قشة. زيت زيتون، بصل وثوم، دنجو، لوز، كاجو، صنوبر ومشمش. مشمش ولا زبيب؟ زبيب هو. ما شاء الله تبارك الرحمن. نشل الفلفل. يا عيني على العيش يا عيني. وجهز غدانا. علينا وعليكم بالعافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والأشياء الحلوة اللي سووها لصفر يوم اللاس. أعطونا رأيكم في الكومنتات. إذا جربتوا عيش الوزير عليكم بالعافية. يا سلام.